لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ماذا اخذنا في الدرس الماضي؟ ها شباب، ها يا اخي، غير شروط الصلاه، مكان الصلاه، غير 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 سجود السهو. أريد سجود السهو. نعم، أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك سهوا لا عمدا. تمام. الزيادة قلنا متى تيقن الزيادة قطعها ولا بد، ومتى النقص؟ كان النقص في الصلاة إذا للأركان كل شيء بعد ترك الركن لاغي فيأتي به وبما بعده ويسجد للسهو. الثالث الشك، وكنا الشكوك في العبادات كلها تنقسم إلى قسمين: الأول بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا التفت إليه إطلاقا وكان 99%، وإذا داخل العبادة قلنا ينقسم إلى قسمين: قليل الشك، كثير الشكوك لا التفت إليه. قليل الشكوك يبني على ما ترجح، وإذا لم يترجح يبني على الأقل. إذا سهى في السهو، فهمت؟ سهى في سجود السهو كيف؟ الحين السهو سجدتين صح؟ ثم يسلم، ما في التشهد، هذا سجد سجدتين ثم قال التحيات لله. ماذا يصنع من سهى في السهو؟ الكسائي إمام في ماذا؟ في النحو. وأبو يوسف إمام في الفقه. اجتمع الكسائي وأبو يوسف بالرشيد، فقال الكسائي أن كل من أتقن علم له أن يفتي في العلم الآخر. من غضب؟ أبو يوسف. قال كيف تتقن في النحو وتفتي في الفقه؟ مفهوم؟ فهمت ايش يقول؟ يقول كل من أتقن علما له أن يفتي في العلم الآخر. قال له لا، قال بلى. فقال له أبو يوسف رحمه الله، قال للكسائي، قال ما تقول في من سهى في السهو؟ قال أقول أنه لا شيء عليه. قال استدل على هذا من النحو. طبعا ما يستدل من الفقه لأنه عالم في النحو. قال استدل، قال المصغر لا يصغر. هو صحيح من سهى في السهو لا شيء عليه، لكن ما يمكن يتقن في النحو ويفتي في الفقه. كلام أبو يوسف هو الصحيح، مفهوم؟ أي نعم، لكن هذه قصة حتى تضبط المسألة، مفهوم؟ أحيانا يا أخواننا بعد بعض القصص تجعلك تضبط إيش المسائل. ولهذا يقول علماء الحديث أن الحديث كان فيه قصة والراوي ضبط القصة، هذا معناه أنه ضابط للحديث، مفهوم؟ أي نعم. ومعرفة سبب ورود الحديث وكذا، هذا نصف تفسير للحديث تقريبا. تمام. المصغر لا يصغر، فإذا سهى في السهو فلا شيء عليه. تمام. نعم، غيره ماذا أخذنا؟ قلنا أقسام عشرة في كتاب التوحيد. من يذكر لي الأقسام العشرة في كتاب التوحيد؟ الأول مقدمة وتفسير التوحيد والأدلة البراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وسبب كفر بني آدم ودحض حجة أن الشرك الأقع في الأمة وفي الجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية، الفضل الشركية وبعض الشركيات، والخاتمة. هذا الكتاب بأكمله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بوجوب التوحيد حتى تعرف أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا موحد. وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق، لأن هناك من ينفر عن التوحيد وقل التوحيد عرفناه ولا داعي ندرس التوحيد وكذا وكذا وكذا،
وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث لن توفاه الله وهو يدعو للتوحيد، حياة القلوب، بل وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. لازم نشوق الناس لدراسة التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا كنت لا تفرح في درس التوحيد انتبه، ترى هذا إشكال كبير. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لازم تفرح في درس التوحيد، انشرح صدرك، أي نعم، وتقول لا أريد إلا توحيد الله سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر لك فضل التوحيد تشوقت، أراد أن تحقق التوحيد، تخلص التوحيد، تنقح التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي، وبقدر ما تحقق من التوحيد يحصل لك الأمن والطمأنينة والهداية. وتحقيق التوحيد لابد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لابد. وتحقيق التوحيد يكون بالسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مثل إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، من تحقيق التوحيد الدعوة إليه، من تحقيق التوحيد ترك طلب الرقية والكي وكذا، من تحقيق التوحيد لا تذبح إلا لله، من تحقيق التوحيد لا تطلب البركة إلا من الله سبحانه وتعالى، من تحقيق التوحيد الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، من تحقيق التوحيد طمس الصور ولا نرفع القبور فوق شبر وما إلى ذلك. مفهوم؟ كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد تحقيق التوحيد جاء لك بالخوف من الشرك، وذكر لك في تحقيق التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام، ذكر هنا محقق وذكر هنا يخاف. فإذا خاف الخليل على نفسه وهو خليل الله وأبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكسر الأصنام بيده وأثنى الله عليه، إذن أنت من باب أولى. مفهوم؟ ولا يلعب عليك الشيطان. أن بعض الناس يعني يظن أن لديه صك غفران، صحيح والله. وهذا الخليل عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فأنت من باب أولى أن تدعو بهذا الدعاء. لابد تخاف من الشرك. كيف؟ بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك حتى لا تقع فيه، بالدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بالبعد عن المشركين، نعم، حتى لا تشاركهم في أعيادهم واحتفالاتهم وتقتر بهم. من تحقيق التوحيد الدعاء إلى شهادة أن لا إلا الله، الدعاء للتوحيد. شروط الدعوة أخواننا خمسة: الأول الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الثاني العلم الشرعي على بصيرة ومعرفة حال المدعو، لابد تعرف، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ولابد من الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والخامس لابد من الصبر. كم شروط الدعوة؟ خمسة: الإخلاص والعلم الشرعي والحكمة ومعرفة حال المدعو والصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنتم حقاً أتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأن المشرك يسب الله سبحانه وتعالى بالشرك، والموحد ينزه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والدعوة إليه. مفهوم؟ أي نعم. بعد أن أتم هذه المقدمة الأبواب الخمسة، بعد أن ذكر أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأول الواجبات وتشوقت إليه بفضل التوحيد وأراد منك أن تحقق التوحيد وتخاف من ضد من الشرك وتدعو إليه، قال: خذ الآن توحيد. من هنا من أفسر لك التوحيد، أظهر لك التوحيد، أبين لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه، ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. وهذا من أحسن ما يكون في الترتيب. قلنا بخاري هذا الزمن فسر التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. تقول: ما هو العلم؟ تقول: ضد الجهل، قيام ضد القعود. نعم، فسر التوحيد بضده، بين أنواع الشرك الأكبر.
الشرك في الدعاء، والشرك في المحبة، والشرك في الطاعة، والشرك في النية والإرادة والقصد. وذكر شيئا من الشرك في التبرك، والشرك في الذبح، والشرك في التمائم والخيوط والحلق وما إلى ذلك. فسر التوحيد بضده. ثم بعد تفسير التوحيد جاء بالقسم الثالث، جاء بالأدلة والبراهين أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام، مع أن الملائكة عليهم السلام أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، لكن يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، وهذا الدليل على بطلان عبادة الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، هذا الذي أقدر عليه النفقة، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا، لا قليل ولا كثير، عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، ثم آمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق والصدق، ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس، قال ماذا قال؟ قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لك من الأمر شيء. عندما دعا على الذين يعني تعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا الصحابة ومثلوا بالقتل، أنزل الله سبحانه وتعالى عندما كان يدعو عليه الصلاة والسلام اللهم لعن فلانا وفلان فلان، قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم هؤلاء الثلاثة لو قبلت الدعوة فيهم وطرد من رحمة الله لم يبقى في حق من العذاب. انظر إلى العداوة كيف تنقلبت إلى ولا هؤلاء الثلاثة أسلموا حسن الإسلام. وليس الأمر على ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. والملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، والهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قل لله، والشفاعة قل لله الشفاعة جميعا. بعد هذا كأنه سائل يسأل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول يا إمام علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، وهذا الدين كمل، لماذا يقع الشرك في الأمة؟ ما الأسباب التي أدت لوقوع الشرك والكفر؟ قال الأسباب ثلاثة مهمة خطيرة لابد تنتبه منها وتحذر منها. أول سبب وأخطر سبب الغلو في الصالحين، هو سبب الشرك قديما وحديثا، وانقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين وسط، قسم يغلو فيهم مدحا وقسم يغلو فيهم قدحا. وغلا الناس في عيسى عليه الصلاة والسلام، النصارى غلوا فيه مدحا اللهو وجعلوا ثالث ثلاثة، واليهود غلوا فيه قدحا، ونحن توسطنا فيه قلنا أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. غلو في الصالحين هو سبب الشرك قديما وحديثا، هذا السبب الأول. وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، أناس صالحين أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا لمجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، أحب الشيخ أخذ صورة الشيخ كذا أضع في الصالون. لماذا؟ فعل قوم نوح هذا عليه الصلاة والسلام. الثاني الغلو في قبور الصالحين، يصيرها أوثانا من تعبد من دون الله. الثالث قال عبادة الله سبحانه وتعالى التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ التغليظ الشديد في العبادة عند القبور، لأن القبور لا يصنع عندها أي شيء من العبادة،
لا قراءة قرآن ولا استغفار ولا مواعظ ولا خطب ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا طواف ولا ذبح ولا نذر ولا غير، إلا الزيارة الشرعية بشروطها، مفهوم؟ أي نعم. إذن هذه أسباب ثلاثة مهمة حذرك منها حتى تحذر وتحذر منها، لأن هذه أسباب وقوع الشرك. وجاء بباب رابع: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم، من أشرفكم ومن أفضلكم عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم. فهو باذل غاية جهد في جلب المحبوب، المستفاد من قوله حريص عليكم، وباذل غاية جهد في دفع المكروه، المستفاد من قوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني بغير المؤمن ليس رؤوف رحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم.